السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين على أحسن سنة في مصر. هواة الصيد البري وهواة الصيد البحري، النهاردة هنعملوا فيديو عن شغل الباسوس اللي جاي جديد، الماركات. بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة الواحد تعب جدا جدا عشان يوفر لكم الشغل ده والمستوى ده. وأنا يا جماعة موجود في اسكندرية في منطقة الساعة فاكتوري عند مول الملكة والأمير، والباقي يا جماعة البرندات دي بتبقى أونلاين. أنا يا جماعة متخصص هربونات فقط، انا محترف او خبير هربونات، تمام يا جماعه؟ باذن الله، الحمد لله، بفضل الله، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني لسه كنت مسافر ولسه راجع من قريب، والحمد لله وفرت لكم تشكيله كده، يا رب تعجبكم ويا رب يكون من نصيب كل واحد فيكم احسن حاجه يا رب. عندنا الباسوس يا جماعه، الباسوس دي موجوده في مصر من زمان جدا، وفي موديلات معروفه جدا، باسوس الما، باسوس سارجوس، ليزر اوبن برو، والباسوس الاوبن برو. طبعا كل برند وكل ماركه او كل موديل في الماركه باسوس، الموديل الما، سارجوس، ليزر اوبن برو، اوبن برو. كل موديل في الماركه دي ليه مميزات وليه مواصفات وليه شغله معين، تمام. كل حاجه موجوده ان شاء الله، سواء السيخ الاصليه موجوده، البقر الاصلي، الدنيمه الاصليه، اي قطع غيار لاي هربون في مصر بفضل الله قديم جديد باذن الله، باذن الله موجود عندي، تمام. انا يا جماعه ان شاء الله هسيب لكم رقمي تحت في الاعلان، وهصف لكم المقاسات المتاحه دلوقتي وايه المتاح والمستلزمات والعروض، انتظروني. بفضل الله يا جماعه، ادي الباسوس وموديلاتها، الالما اللي على الشمال اوبن وكلوز، والسارجوس، والليزر اوبن برو، والاوبن برو مقاس 90 و100، والسنايبر. طبعا يا جماعه الالما دي افضل مقاس 75 لشغل البحر الاحمر والبحر المتوسط، على الشرغيش والبوري والقروس، السمك السريعه. طبعا الاوبن برو معروفه طبعا وشغاله كويس جدا جدا، سواء 90 و100 في البحر الاحمر والبحر المتوسط، وشغل الباسوس السنايبر بحر احمر، شغل التقيل، سمك التقيل. وان شاء الله يا جماعه زي ما قلت لكم، متوفر جميع قطع الغيار الاصليه الاوريجينال والهاي كوبي، نفس مستوى الاوريجينال، وموجود جميع قطع الغيار، بكر، دينيمه، سياخ، اساتك باذن الله. كده يا جماعه الفيديو بتاعنا انتهى، بس العروض بتاعتنا لسه ما انتهتش، وان شاء الله انتظروني في عروض تانية وموديلات تانية، كريزي ومارس وسيلفامار ايطالي، استك وضغط هواء، جميع قطع الغيار وجميع المستلزمات. يا جماعه زي ما قلت لكم، التسليم اونلاين، وسواء في اسكندريه لو انت عايز الحاجه اللي توصل لك لحد البيت، او بره اسكندريه في شحن لحد باب المنزل باذن الله. كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، وتابعوني على الفيسبوك جروب هربونات صيد الاسماك في مصر، وعلى اليوتيوب قناه مؤمن باراكودا لتعليم الصيد البري والبحر. كل سنه وانتم طيبين.